فرقة التنورة هي واحدة من الفنون الشعبية التي تنتمي إلى الفن الصوفي والذي نشأ منذ قرون عدة، لكن التنورة تحولت بمرور الزمن إلى تراث مصري أصيل. من الفرق التي اشتهرت بالتنورة فرقة الفنون الشعبية بأسيوط، والتي تشارك بفعالية برنامج التبادل الثقافي المصري خلال الفعاليات العالمية. فن صوفي نشأ منذ قرون عديدة، لكنه تحول بمرور الزمن إلى تراث مصري أصيل وواحد من أجمل الرقصات الشعبية المصرية وأكثرها إبهاراً وحيوية. استجمع التنورة بين روعة أداء الراقصين وثراء ألوان أزيائهم وتنوعها، على خلفية من الإنشاد الديني يضم مقتطفات من أجمل ما ذكر في التضرع إلى الله تعالى ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في الموروث الشعبي المصري. فن التنورة بدايته في مصر هو كان ما كانش كاستعراض زي ما احنا بنشوف، هو كان حالات ذكر واختلاء يعني للوصل للعالم جلال الدين الرومي، وبعد كده خدوها المصريين وطوروها للطرق بقى اللي هي الطرق الشاذلية والرفاعية، واتضمت ليها كذا لون، وطورنا من شكل التنورة من استعراضية من صوفية لاستعراضية، وبقينا نستخدمها في المناسبات والاحتفالات. كنت متعلم التنورة، كنت يوميا بروفات وأساس الدوران على الرجل الثابتة اليمين الشمال، تمام، فبلف التنورة دهياتي. خدت فترة كبيرة اللي أنا أتعلم التنورة وبروفات يوميا، كل يوم بروفات ما تقلش عن ساعة ونص يوميا، والحمد لله سافرت اتعلمت وبقيت كويس، وسافرت مع الفرقة عديد من الدول والمهرجانات الدولية والمحلية. رقصة التنورة تعتمد على أداء تشكيلات فنية بديعة من خلال الحركة الدائرية للراقصين، مصحوبة بجمل موسيقية ذات إيقاع متنوع وأناشيد دينية تضفي حالة من الصفاء والمتعة على المشاهد. فرقة التنورة بفرقة الفنون الشعبية بأسيوط تقدم عروضها بصفة ثابتة منذ سنوات طويلة، ونجحت منذ تأسيسها في أن تكون أجيالا متعاقبة من راقص التنورة وعازفيها. فهذه الرقصة تتميز عن غيرها من الرقصات الشعبية في أن كل عضو من أعضاء الفرقة يجب أن يكون موسيقيا وراقصا في نفس الوقت. الفرقة تشارك بفعالية في برامج التبادل الثقافي المصري، حيث شاركت في مختلف الفعاليات وجابت دول العالم للاشتراك في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الدولية والمحلية.